بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون.